لا تحسبون ان الحر راح، الحر لا الحين ومنتصف، يبي يجيكم حر شين، كانك جالس بمخيم وسط الصحراء وتشرب حليب الزنجبيل وبيدك الثانية ابو حبحر، حر تايد ما راح الحر للحين ما جاء. جاك هذا وش عنده؟ اذا داخل سيل اي قلت الدكتور خالد الزهر ايوه هذا شيء طبيعي تمام. سيل اربع نجم ها النجم الاول تمام اذا داخل سيل التمس داخل سيل التمس تمر ليل تمام. نجمه ثاني داخل سيل طاب الليل طاب الليل حلو نجمه ثالث انا خايف منها اذا داخل سيل ها برد تالي ليل يا سلام. نجم الأربعة إذا داخل سيل لا تامن لا متس الليل لا تامن الليل لا تامن الليل لا تامن السيل نجم هذا خلوك الله أسلم هو 152 يوم تمام أي كل واحد نجم كل واحد نجم كسر معاميل كله مع احترامنا وتقديرنا للدكتور خالد الزعاق هذا الهندي الملكي. صباح الخير هذا وادي الدالغة يا دالغة هذا الحرمل وهذا الشرشر إنه يمشي مع السيلين رجع مع الجبل وهذا الحرمل مفيد للصحة والبخور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ابو الحلال اذا غاب سهيل طلعت نجمة سهيل ما ادري ايش قال ولا بصيف الا من العام دايره نبات الثريا وبان رقيبه ها ثلاثي صيف الا من العام دايره واذا بانت نجمة سهيل روح احنا الاولين وبدات ايام سهيل لا طلع سهيل لا تامن السيل ويمتد الذيل ويبرد الليل ومع الايام الاولى ومنتصف ايام سهيل هلا في البراد يا مرحبا يقول لك وبدا سهيل كالشهاب مشبها راع على شرف العرينة سائري هب البراد وزانت النفسية يا لا 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 يقول شاعر يقول يا دكتور خالد ايش الالوم ايش الاخبار متى اجي تمر قسيم كل نفر انتظار